عاملين ايه؟ طيب النهارده هنتكلم كده سريعا عن الاسوشيشن رولز، وهناخد بقيه الحاجات او بقيه الاسئله اللي ما كناش حليناها في شيت 1 على الاسوشيشن رولز. طيب الاول، ايه هي الاسوشيشن رولز؟ احنا تخيل ان انت عندك داتا سيت، الداتا سيت دي فيها شويه ريكوردز كده ورا بعض. مثلا اول ريكورد عندي ان ايتم 1 جه مثلا مع ايتم 2 كمان مع ايتم 3، ده مثلا كان ريكورد. الريكورد الثاني مثلا انا عندي ايتم 1 جه مثلا مع ايتم 3 وجه مثلا مع ايتم 4 وهكذا. فانا بيبقى عندي شويه ريكوردز، الريكوردز دي فيها كل رو منهم بيبقى فيه شويه حاجات جايه مع بعض. طيب انا ببقى ايه اللي انا عايز اوصل له في الاخر؟ اللي انا ببقى عايز اوصل له اني اقول مثلا لو انا شفت ان ايتم 1 جه، ده معناه ان ممكن ايتم 2 يجي او ممكن ايتم 3 يجي. فده احنا بنمثله ازاي؟ بنمثله بايه؟ بالاسوشيشن رول. شكل الاسوشيشن رول بيبقى عامل ازاي؟ ان انا بقول ان عندي حاجه اسمها if left then right، او ممكن اكتبها بالشكل ده برضو، اقول ان left arrow right، دي برضو ليها نفس المعنى. الرولز دي كده معناها ايه؟ معناها ان انا بقول انه لو الليفت لقيته موجود عندي، ده معناها ان الرايت هيكون موجود بنسبه كبيره. النسبه دي هنعرفها، بنحددها ازاي، وهنشوف ازاي بن ايه بنعمل الاثنين دول. طيب ده كده ايه؟ if left then right. طيب علشان انا ال 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 ان انا احط الليفت باي حاجه، يعني مثلا دي كده الايتمز اللي موجوده عندي، الليفت ده ممكن يكون عباره عن ايه؟ ممكن يكون ايتم 1 بس، او ممكن يكون ايتم 2 بس، او ايتم 3 بس، او ايتم 4 بس. ممكن يكون ايتم 1 مع ايتم 2، ان انا مثلا لو شفت ان ايتم 1 وايتم 2 جم مع بعض، ده مثلا معناها ان ايتم 3 هيجي. فهنا اللي موجود في الشمال او اللي موجود في اليمين ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى شويه حاجات كتير. ايتم 1 مع 2 مع 3، نفس الكلام على الرايت، ايتم 2 3 4 وهكذا. طيب فبالتالي انا ممكن احط كل الكومباينيشنز اللي اقدر ان انا ايه اعملها واطلع رولز كتير جدا. هل كل الرولز دي هتبقى مهمه؟ لا، مش كل الرولز هتبقى مهمه. فانا محتاج شويه ميجرز كده، الميجرز دي لما اقيسها يقول لي ان الرول دي مهمه بالنسبه لك ولا لا، ومهمه بنسبه قد ايه. طيب ايه الحاجات اللي انا بقى محتاج اقيسها؟ هنقول شويه حاجات، بس اول حاجه الارقام اللي انا هبتدي ان انا اطلعها للليفت وللرايت هما اربع حاجات، حاجه اسمها ان ليفت وان رايت والان بوث والان توتال. لكل رول بحتاج اطلع الاربعه دول. مين الان ليفت؟ انا عندي اهو، ادي الرول بتاعتي، في ليفت وفي رايت. ان ليفت هو ايه؟ عدد المرات اللي الليفت كان موجود فيها في كل الريكوردز اللي موجوده في الداتا سيت بتاعتي. فمثلا لو الليفت هو عباره عن ايتم 1 مع ايتم 2، فهبص في كل الريكوردز ايتم 1 وايتم 2 مع بعض كانوا موجودين قد ايه. ده واضح؟ طيب ان رايت هو نفس الحكايه اللي عملناها للليفت، بس هنعملها لمين؟ للرايت. فلو كان الرايت هو ايتم 3، هبص في كل الداتا بتاعتي ايتم 3 كان موجود فيها كام مره. ان بوث الاثنين مع بعض، لو الليفت هو ايتم 1 مع 2 والرايت هو ايتم 3، يبقى انا هبص على ايتم 1 و2 و3 كانوا موجودين في الداتا سيت كام مره. الان توتال عدد الرولز في الداتا سيت كلها. فالان توتال ده هو اندبندنت على ايه؟ على الرول اللي انا شغال عليها. يعني لكل الرولز الان توتال هيبقى دايما رقم ثابت، هو عدد الرولز اللي موجود عندي. الان بوث، ان بوث الاثنين مع بعض موجودين في الداتا سيت. طيب لما بطلع الاربع حاجات دول ببدا ان انا اقيس او اطلع شويه ايه؟ شويه ميتريكس ثانيين عشان تعبر عن الرول بتاعتي. طيب واحد منهم اسمه الكونفيدنس. انا في الاخر الرول بتاعتي هي عباره عن ان انا بقول انه لو الليفت موجود عندي فالرايت هيجي. الكونفيدنس ده هو اللي بيقول لك انه الرول دي انت تقدر تثق فيها بنسبه قد ايه. طيب الكونفيدنس دي بيبقى عباره عن ايه؟ هو عباره عن الان بوث على الان ليفت. ده كده الرول دي كده معناها ايه؟ الرول دي معناها انه من كل الحاجات او من كل الروز اللي كان الان ليفت موجود فيها، كام مره الرايت فعلا كان موجود معاها. فمثلا لو كان الكونفيدنس بتاعي مثلا 80%، ده معناه ان من كل الحاجات اللي الليفت كان موجود فيها 80% منهم الرايت فعلا اتحقق. فانا كده كاني بقول انه لو الليفت حصل فبنسبه 80% الرايت ايه؟
الرايت هيحصل بيزد على الرول اللي موجوده عندي. طيب عندي حق. قد ايه الرايت مع الليفت؟ مظبوط. ليه؟ لان انت بتقسم، لان انت بتقسم الان بوث اللي هو الاثنين مع بعض لما كان الرايت موجود مع الليفت على الليفت، يعني ده معناه ان كل شفت كل الروز اللي موجود الليفت فيها لوحده. عندي حاجه اسمها السبورت. السبورت هو الان بوث على الان توتال. دي كده معناها ايه؟ دي كده انا في الكونفيدنس كنت باجنور الداتا سيت السايز بتاعها قد ايه، انا كنت ببص بس على الحاجات اللي الليفت موجود فيها. لكن السبورت بيبص على ايه؟ السبورت بيبص على الليفت والرايت كانوا موجودين كام مره من كل الريكوردز اللي موجوده عندي في الداتا سيت. فمثلا انا ممكن يبقى عندي رول، الرول دي الكونفيدنس بتاعها عالي قوي مثلا 90%، بس السبورت بتاعها قليل جدا 0.000 مثلا 1. ده كده ممكن يبقى معناه ايه؟ مثلا ممكن تبقى الرول دي ظهرت في الداتا سيت بتاعتي مرتين من وسط 1000 مره، فده معناه انه الكونفيدنس بتاعها عالي، بس انا ما اقدرش برضو اثق قوي في الرول دي. ليه؟ لانها ما اتكررتش كتير في الداتا سيت بتاعتي لان السبورت بتاعها قليل. طيب عندي حاجه كمان اسمها كومبليتنس. هو عباره عن ايه؟ هو زي ده بس بدل ما بقسم على الليفت بقسم على الرايت، كاني ببص لها بالعكس من الان بوث على الان رايت. ان هو من كل الحاجات اللي الرايت اللي هي النتيجه اللي انا ببص عليها لما النتيجه فعلا كانت بتتحقق كان كام مره الليفت والرايت موجودين مع بعض. عاده بنهتم بالكونفيدنس اكتر شويه من ايه؟ من الكومبليتنس. تاني انت فاهم دي؟ تقدر تبص لها بالعكس، انه انا من كل الريكوردز او من كل الروز اللي كانت النتيجه اللي انا عايز اوصل لها اللي الرول بتاعتي بتقول انها هتتحقق اللي هو الرايت، من كل دول كام مره كان فعلا السبب والنتيجه موجودين مع بعض. ده ايه؟ دي ممكن بس بنبص عليها من ناحيه انه انا عايز اشوف من ناحيه النتيجه بدل ما من ناحيه السبب. يعني هي واضحه اكتر في الكونفيدنس، واكشلي الكومبليتنس هتلاقي ان هو مش بنستخدمه قوي، بس يعني احيانا بنحتاج نبص عليه. ماشي. شويه مش مفهومه قوي، يعني هي مش واضحه قوي زي الكونفيدنس، بس يعني احيانا بنحتاج نبص عليها يعني. طيب خلينا نبدا في اتنين تانيين بس يعني خليهم لما يجي وقتهم. السؤال الثالث هنا مدينا شويه رولز، وبعد كده مدينا تيبل كده، التيبل ده هو راح يعد الحاجات فيه او اللي موجوده فيه. فمثلا هنا مثلا لو انا عايز ابص في التيبل ده او الماتريكس دي كده بتعبر عن ايه؟ مثلا هنا لو انا ببص الباد كريدت مع الفري هاوسنج، الرقم ده كده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الان بوث بتاعه الباد كريدت مع الفري هاوسنج. طب لو انا عايز اعرف مثلا عدد الباد كريدت كله على بعضه، هجري كده ابص هناك على التوتال. عايز اعرف مثلا عدد الهوم اونر كله على بعضه، هنزل تحت خالص وابص في التوتال على ايه؟ على الهوم اونر. طيب هو اداني شويه رولز، والرولز دي برضو احنا فضلنا نطلعها بشويه كومباينيشنز ايا كان. في الاخر هو كان بيليمت انه عدد الحاجات اللي موجوده في الليفت او عدد الايتمز اللي موجوده في الليفت هتبقى حاجه واحده، وعدد الايتمز اللي موجوده في الرايت حاجه واحده. وقال لك من كل الرولز دي في منهم طبعا حاجات مهمه وفي حاجات مش مهمه. هو قال لك ان المعيار اللي هو هيمشي عليه هو الكونفيدنس، فقال لك احنا عايزين نختار الروز اللي الكونفيدنس بتاعها يكون ايه؟ يكون اعلى من 60%. بيريبريزنت الكاونتس من الاوريجينال داتا، يعني انا عارف ان الاوريجينال داتا بتاعتي مثلا كان في اول ريكورد في ري انتر مع مثلا باد كريدت، ورو تاني كان في مثلا ري انتر مع باد كريدت مع هوم اونر مثلا، هوم اونر اي حاجه. فمن الداتا دي كلها هو قعد يجمع الحاجات مع بعضها.
الماتريكس دي مش جايبه لك الكاونت ده، لان هو حاليا شغال على ان في الليفت في حاجه واحده بس والرايت في حاجه واحده بس. بس انت ممكن تبقى محتاج، يعني لسه هنشوف اكزامبلز ثانيه، الداتا بتاعتي ابقى ابص على ثلاث حاجات مع بعض او اربع حاجات مع بعض. هنا في السؤال ده مش عددها، لان الرولز اللي احنا شغالين عليها ما فيهاش غير ليفت واحد ورايت واحد، وبالتالي البوث هيبقوا الاثنين مع بعض هم ايه، هم مجرد اثنين، فاحتاج ابص على رو مع كولوم واحد بس. فهو اصلا هو مش مديلك اصلا الداتا سيت، هو مديلك كاونتس تقدر تشتغل عليها على طول. طيب تاني عشان نبقى فاكرين، الكونفيدنس هو الان بوث على الان ليفت. طيب ففي السؤال هنا تاني، هعدي على رول رول احسب لها الكونفيدنس بتاعها، واللي الكونفيدنس بتاعها اعلى من 60% هقول ايه، ان رول دي انا هاخدها ايه معايا. طيب فالرول رقم ايه، هو بيقول لك ان انت لو ري انتر ذن باد كريدت. طيب يبقى الان بوث بتاعي بكام؟ هبص على ري انتر مع باد كريدت، ادي ري انتر وادي باد كريدت، ده الان ايه؟ ده الان بوث بتاع الاثنين، يبقى 270 على الان ليفت. ليفت هنا اللي هو مين؟ ري انتر، ري انتر التوتال بتاعه 700 وكام؟ 730. هتحسب الرقم ده هيطلع كام؟ اقل من 60%، يبقى انا ايه؟ الرول دي هاجنورت ومش عايزها معايا. طيب رقم بي، بي if ري انتر ذن جود كريدت، يبقى الان بوث بتاعت ري انتر مع جود كريدت هي كام؟ 460 على الليفت بتاعي هو ري انتر اللي هو برضه بكام؟ التوتال بتاعه اللي هو 730. الرقم ده لو حسبته هيطلع ايه؟ اعلى من 6 من 10، فايه؟ فالرول دي هاخدها معايا، وهكذا بقى على ايه؟ على باقي الرولز، مش محتاجين ان احنا نكملهم يعني. حد عنده سؤال؟ طيب طيب في سؤال رقم 4 قال لك برضو لسه هنكمل على التيبل اللي كان موجود فوق ده، وبعد كده فضل يقول شويه كلام يعني، وفي الاخر قال لك ان احنا عملنا الرول دي اللي اسمها ري انتر اف ري انتر ذن جود كريدت. بيقول لك عايزين نعرف ايه الليفت والليفرج بتاعه الرول دي. طيب ايه هو الليفت يا شباب؟ الليفت بتاع رول معينه، ما انا زي ما قلت الرول بتاعتي هي اف ليفت ذن رايت، فالليفت هو بيبقى عباره عن سبورت ليفت مع الرايت على سبورت ليفت في سبورت الرايت. طيب عشان نفهم الليفت ده معناه ايه، احنا ممكن نبص الاول يعني ايه سبورت. السبورت احنا قلنا هو عباره عن الان بوث على الان توتال، فده كده انا اقدر ابص له على انه probability، صح؟ انه كام مره الاثنين كانوا موجودين مع بعض من كل الداتا سيت، فانا كده كاني ابص على probability ان الاثنين او ان الان بوث دي بتاعت الحاجتين اللي انا بشوفهم مع بعض، ايه probability بتاعتهم ان هم يحصلوا من كل الايه؟ من كل الريكوردز اللي موجوده عندي في الداتا سيت. طيب جيبن المعلومه دي، يعني ايه ان انا ابص على سبورت الليفت والرايت مع بعض واقسمه على سبورت الليفت مضروب في سبورت الرايت؟ فاكرين مظبوط، فاكرين لو انا كنت مثلا بقول probability A و B واقسمها على probability A مضروبه في probability B، لو انا عندي joint probability كده وبعد كده جيت رحت فككتها وقلت probability A مضروبه في probability B، دي كده كانت بتبقى probability في حاله ان ال A وال B مالهم independent، صح؟ يبقى انا كده لو انا بقسم probability بتاعت حاجتين مع بعض jointly كده على probability بتاعت ده مضروب في ده، يبقى انا كاني بقارن مين بمين؟ بقارن الاثنين ببعض، probability بتاعت حدوث الاثنين مع بعض فعليا compared بيه لو هما كانوا ايه؟ لو هما كانوا independent. طيب الريشيو دي لو طلعت بواحد ده معناه ايه؟ معناه ان هما independent. ليه؟ لان ده بيساوي ده،
فده معناه ان خلاص الحدثين اللي انا ببص عليهم دول هما ايه؟ اندبندنت. طيب لو كان اكبر بكتير من الواحد معناه ان هما ديبندنت، في ديبندنسي عاليه ما بين الاي وما بين البي. طب لو كانت اقل بكتير من الواحد هما بالعكس، يعني لو انت الاي حصل ده معناه ان البي مش هيحصل، ده لو انت اقل بكتير من الواحد. طيب نفس الكلام اللي قلته هنا هو ايه؟ هو فاليد على ايه؟ على الكلام ده تقريبا. طيب نفس الكلام اللي انا لسه قايله على البروبابيلتيز هو ايه؟ هو فاليد على الكلام اللي موجود هنا ده. طيب دي كده، تخيل انا دلوقتي هفك الكلام ده، سبورت الليفت مع الرايت، يبقى انا كده ببص على الان بوث ليفت ورايت مع بعض، يبقى الاثنين مع بعض العدد بتاعهم اللي هو الان بوث على الان ايه توتال. الكلام ده اقسمه على ايه؟ سبورت الليفت لوحده، يبقى ده عباره عن مين على مين؟ عدد الليفت على عدد التوتال، صح؟ يبقى ان ليفت على ان توتال مضروبه في سبورت الرايت، يبقى ان رايت على ان ايه؟ ان توتال. طيب هتلاقي ان الان توتال دي هتروح مع الان توتال دي، ودي هتطلع فوق، يبقى ادي هنا ايه؟ ان توتال. حد عنده مشكله ازاي هحسب الليفت؟ طيب وكده عرفنا هو بيعبر عن ايه. طيب فلو جيت تاني بقى للرول اللي هو مديها لي، هو مديني دلوقتي if re enter then good credit، الان بوث بتاعت re enter مع good credit هروح ابص، ادي re enter ادي good credit، الان بوث بتاعتهم بكام؟ 460. هضربها في الان توتال، الان توتال بتاع الداتا سيت كلها هجيبه منين؟ التوتال الايه؟ الروز مع الكولومز، يبقى هو الايه؟ ال 2580 على الان ليفت ري انتر 730 في الان رايت اللي هو جود كريدت 1780. اللي معاه كالكوليتر بقى ايه ممكن يحسب، بس احنا فهمنا الليفت خلاص لو طلع قريب من الواحد يبقى ده معناه ان هم اندبندنت، لو طلع اعلى بكتير من الواحد هم ديبندنت، لو طلع اقل بكتير من الواحد هم ديبندنت، بس ايه؟ بس بالعكس، انه لو ده حصل التاني ما يحصلش. طيب الليفرج هو اخو الليفت بالظبط، بس بدل ما بيقسم ده على ده بياخد سبورت الليفت مع الرايت ويطرح منه سبورت الليفت مضروب فيه سبورت الرايت. ده هو ده بالظبط، بس هنا انا كنت بقارن الليفت دايما بالواحد، صح؟ هنا انا هقارن الليفت بمين؟ الليفرج اسف بمين؟ بالزيرو. ليه؟ لانه لو الجزء ده بقى بيساوي الجزء ده معناها ان هما اندبندنت، يبقى كل ده على بعضه هيبقى بكام؟ ده ناقص ده الاثنين زي بعض بكام؟ بزيرو. يبقى لو طلع الليفرج بتاعي قريب من الزيرو يبقى معناه ان هما اندبندنت، لو طلع اكبر من الزيرو معناه ان هما ديبندنت، لو طلع اقل من الزيرو هما ايه؟ ديبندنت بالعكس. تاني الليفت انت فاهم ان انا بما اني بقسم ده على ده لو هما بيساووا بعض فهما اندبندنت فيبقى بواحد. هنا بدل الليفرج هو انت يا اما عاده يا اما بتحسب ده يا اما بتحسب ده. انا ممكن بدل ما احسب الليفت اروح احسب مين؟ الليفرج، وهقارن مين؟ ده بده، وبعد كده بطرحهم ببعض. لو الطرح طلع بزيرو ده معناه ايه؟ ان هما بيساووا بعض، فمعناه ان هما اندبندنت. لو طلع اكبر من الزيرو يبقى ده هو الاكبر، يبقى انا رايح ناحيه الاندبندنت ايه؟ ناحيه الديبندنت اكتر، معناه ان الليفت لو حصل فده معناه ان الايه؟ الرايت هيحصل. لو طلع اقل من الزيرو العكس. ليه في ايه؟ اتنين؟ انت بتقارني الاثنين دول هم الليفت والليفرج؟ لا واحد، استخدمي واحد منهم. يعني دايما لو جيتي تطلعي الاثنين هتلاقي ان الاثنين بيعبروا عن نفس الايه؟ عن نفس الشيء. فاحنا عادة يا اما بتستخدمي ده يا اما بتستخدمي ده.
طيب سؤال رقم 6 بقى هنا فعلا اداني ايه؟ اداني داتا سيت. ممكن ازوم اكتر. طيب هنا مدي لك داتا سيت اهي، كل رو من دول في شويه ايتمز. مثلا ده هنا كان عباره عن ايه؟ دي داتا سيت عباره عن مثلا جايبها من سوبر ماركت، وكل شخص راح يشتري اشترى ايه مع بعض. فمثلا ده واحد راح اشترى ميلك مع تشيز مع ايجز مع بريد، واحد اشترى مش عارف كذا كذا كذا. فدي شويه ايه؟ هي دي مثلا شكل الداتا سيت اللي بيبقى موجود عندي. طيب جيفن الكلام ده بيقول لك عايزين نعرف ايه السبورت بتاع الرول دي. اف تشيز ذن ميلك، ده كده بيبقى معناه ايه يا شباب؟ معناه ان انا عايز اعرف انه لو حد راح السوبر ماركت بتاعي ده واشترى جبنه، ايه احتماليه او ايه قوه ان هو يروح يشتري ايه؟ يشتري لبن معاها كمان. فده معناه مثلا لو طلعت الرول دي مهمه، فصاحب السوبر ماركت ده هيروح يعمل ايه؟ يحط الاثنين جنب بعض مثلا، او يعمل عرض على الاثنين مع بعض. ما هو كده كده الناس بتشتريهم مع بعض، هيعمل ايه؟ حاجات شبه كده يعني. طيب تعالوا بقى ايه نروح نحسب الكلام ده. وكان عايز السبورت، فالسبورت هو الان بوث على الان توتال. الان بوث الاثنين مع بعض، فده معناه ان انا هروح ابص في كل الريكوردز التشيز والميلك جم مع بعض كام مره. فهنا مثلا ادي تشيز وميلك مره، هنا لا، هنا لا، هنا لا، لا، هنا وهنا ثلاث مرات على الان توتال اللي هو عدد ايه كل دول. ادي 3 6 8 في السبورت، مش فارق الايه، مش فارق الترتيب، هتفرق في الايه، في الكونفيدنس. لو فاكرين ابريوري هتلاقوا في ابريوري علشان يطلع لك الحاجات عاده بيستخدم ايه، السبورت والكونفيدنس. طيب ده كده السبورت بتاع ايه؟ بتاع الرول دي. عايز بعد كده ميلك لاتس طيب عندنا الرول دي وعايزين نحسب الايه؟ الكونفيدنس بتاعها. الكونفيدنس هو عباره عن الان بوث على الان ليفت. الان بوث للاثنين دول مع بعض جايين كام مره؟ واحد اثنين ثلاثه على الان ليفت اللي هو الملك جه كام مره في الداتا سيت؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. لو انا عديت حاجه غلط في النص بايه؟ صلحوا لي يعني. طيب رقم سي لنفس الرول عايز يحسب الليفت والليفرج. الليفت والليفرج ده معناه ان انا محتاج اروح احسب مين؟ سبورت الاثنين مع بعض مع سبورت دي. او يعني احنا الرول في الاخر اللي كنا كتبناها كانت عامله ازاي؟ كانت الان بوث في الان توتال على الان ليفت في الان رايت. دي اللي هي كانت الليفت بعد ما ايه؟ بعد ما فكينا سبورت الاثنين مع بعض على سبورت ده في سبورت ده. طيب الان بوث احنا لسه حاسبينها للاثنين دول اللي هي كانت بثلاثه في الان توتال اللي هي كانت بثمانية على الان ليفت اللي هو كان ستة في الان رايت اللي هي مين؟ مش فاهم. دي الان رايت ده موجود كام مرة؟ واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب هتحسب الكلام ده هتشوف هيطلع بكام.
هتلاقي هنا انه مع نفس السؤال ده بعد ما بتحسب الليفت وبتحسب الليفرج هتلاقيه بيقول لك هل الرول دي الرول اللي احنا شغالين عليها دلوقتي دي كوينسيدنتال؟ يعني ايه كوينسيدنتال؟ يعني جايه بالصدفه. فجايه بالصدفه دي معناها ان هم ايه؟ اندبندنت ولا لا؟ فهو بعد ما نحسب الليفت يعني مش عارف شوفوا ده هيطلع بكام؟ دي هتروح دي 2 دي هتروح دي 4 4 على 5 8 من 10. طيب انا الليفت ده كده انا بحسب الليفت. الليفت قلت انا بقارنه بمين؟ بالواحد. 8 من 10 دي كده تعتبر قريبه من الواحد صح؟ ليه؟ لانه الليفت عاده لما تشتغلوا هتلاقوا ان الليفت احنا بنعتمد دايما الارقام اللي هي بتبقى كبيره قوي 13 14 15 يعني ممكن نبتدي مثلا من 3 واحنا طالعين. فرقم 8 من 10 ده ايفن ان هو اقل من الواحد بس يعتبر قريب برضو ايه؟ قريب قوي من الواحد. فكده ده معناه ان الرول دي ايه؟ هي كوينسيدنتال. هما مش معنى ان الملك جاي ان ايه؟ ان ده كمان هيجي. واضحه؟ طيب ده كده بالنسبه للليفت. لو رحت احسب الليفرج هبقى متوقع ان هو هيطلع كام بما اني لسه حاسب الليفت؟ هيبقى قريب من الزيرو في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ في النيجاتيف. ليه؟ انا هنا قريب من الواحد بس اصغر يبقى برضو هناك هبقى قريب من الزيرو بس ايه؟ بس اصغر. حد عنده سؤال؟ مفيش دايما ثريشولد واضح. انت بتحتاج تبص من كل داتا سيت والتانيه. يعني انت هتبص في الداتا سيت اللي عندك مثلا طلعت شويه رولز ممكن تبدا تبص على الديستريبيوشن بتاع الرولز دي بالنسبه للليفت. فلقيت مثلا انه حبه عاملين كده او يعني خلينا نقول مثلا كان ادي الواحد فكان الديستريبيوشن مثلا عامل كده مثلا فممكن تبص على ده كده ده كده من كل الرولز رحت ترسم الديستريبيوشن بتاع الليفت بتاعه. ان الرول الاولانيه كان الليفت بتاعها مثلا واحد والثانيه الليفت بتاعها 1.01 والثانيه 1.2 وهكذا. فطلع حاجات كده. عاده اغلب الرولز مش بتبقى مهمه قوي فهتلاقيها قريبه من الواحد. في شويه رولز هي اللي هتبقى مهمه. فممكن مثلا لو طلع ديستريبيوشن حاجه كده هروح اعمل ايه؟ اروح اخد مثلا الستاندرد ديفيشن اشوفه بكام وانزل هنا كده واقول هو ده الثريشولد اللي انا همشي عليه. في الامتحان وفي الاسئله هتلاقي عاده الرقم يا اما بيبقى قريب كده فعلا من الواحد يا اما هتلاقي رقم كبير تتكلم مثلا 3 4 10 13 20 30 وهكذا. حد عنده سؤال؟ طيب اخر حاجه هو عايز الكومبليتنس بتاعه الرول دي. فالكومبليتنس احنا لسه قايلينه من شويه ان هو ايه؟ الان بوث على الان رايت. فبرضه بنفس الطريقه هتروح ايه؟ هتروح تقعد تعد وتحسب الحسبه بتاعتك. طيب هو ده كده خلاص اخر سؤال في الشيت. المفروض هينزل لكم لاب صغير خالص على الاسوشيشن رولز برضه هتحلوه ايه؟ بيرز والديدلاين بتاعه الاسبوع الجاي. ار احنا اتعاملنا مع لانجوجز كتيره. لا ار الار جميل. فين ده اللي كنا بايثون؟ احنا عملنا اي حاجه بايثون في ال باي سبارك؟ باي سبارك عشان السهوله. اصل سبارك انت لو رحت